تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد، لماذا تكره سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة فلسطين إلى هذا الحد؟ السفيرة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب في الأمم المتحدة كلامها عنيف جدا جدا فيما يخص فلسطين. باستمرار أمريكا موقفها مش إيجابي بالقضية الفلسطينية، إنما كان في محاولة لإظهار الاعتدال ومحاولة لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط. وباستمرار سفراء أمريكا في الأمم المتحدة موقفهم مش إيجابية من القضية الفلسطينية، وباستمرار منحازين لإسرائيل في الصراع العربي الإسرائيلي، إنما ما كانش إلى هذا الحد إلا بوضع السفيرة الحالية مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة. اعترضت السفيرة على تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض ان يبقى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وهو شخصية عربية مهمة، شخصية فلسطينية مهمة، وعنده خبرة اقتصادية وسياسية، وكان رئيس وزراء فلسطين وأمين عام الأمم المتحدة، قال ان هو هيعينه مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، وكان يقدر يعمل نقلة كويسة في هذا الأمر. لكن في اعتراض أمريكي، والاعتراض المهم اللي بدأ أيضا كان واضح من المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة. لا تزال هناك فرص أن ممكن سلام فياض يكون في الحياة السياسية الدولية في المستقبل، إن مجرد طرح الاسم خلى المندوبة في الأمم المتحدة تقول أنه يستحيل وأنه مش مناسب نهائيا، وما قالتش ليه. الأمر الثاني، في مارس اللي فات لما كانت بتتكلم قدام الإيباك، وياما سفراء أمريكان اتكلموا قدام الإيباك اللي هي المنظمة الصهيونية الرئيسية الموالية لإسرائيل في أمريكا، أو اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، بتتكلم قدام الإيباك، منطقي أنها هتجامل إسرائيل وهتنحاز لإسرائيل، إنما برضو في أداء دبلوماسي أثناء الانحياز لإسرائيل، إنما خرجت عن المعتاد في الخطاب السياسي والدبلوماسي، وهي بتعلن ولائها الشديد ودعمها الشديد لإسرائيل، ما يعد صدمة للعالم العربي والإسلامي وللقضية الفلسطينية. قالت إيه؟ قالت نمرة واحد إنه زمن الإساءة إلى إسرائيل انتهى. هو اللي فات ما نقدرش نعتبره إساءة لإسرائيل، شتيمة في إسرائيل. اللي فات ان في حق فلسطيني، وده باعتراف الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، والفلسطينيين بيطالبوا بحق والعرب بيطالبوا بحق، فالموضوع مش إساءة، ما هي الشتائم متبادلة بين العرب والإسرائيليين، انما في حق فلسطيني بيدافع عنه الشعب الفلسطيني. نمرة اتنين قالت انه قرار إدانة الاستيطان اللي هو في آخر عهد أوباما كان ضربة في بطن أمريكا. إدانة الاستيطان، الاستيطان جريمة، إن إسرائيل بتروح في أراضي 4 يونيو 67 وتبني منازل على أرض محتلة، إنما ده يعتبر ضربة في بطن أمريكا. إزاي ضربة في بطن أمريكا؟ إن يطلع قرار لصالح القانون الدولي والقيم الدولية والشرعية الدولية. نمرة ثلاثة، كان زمان لما الصحفيين يهاجموا أمريكا يقولوا إنها شرط المنطقة، إنما ده ما كانش بيخرج عن إن ده نقد لأمريكا، إنما هي قالت نفس اللفظ، قالت الآن هناك مدير شرطة جديد للمدينة وترامب غير أوباما، فتهديد اللي بيحكم العالم اتغير، وإن مدير الشرطة اللي بيحكم العالم اتغير من أوباما إلى ترامب. والنقطة اللي بعدها قالت إن هي مش رايحة الأمة عشان تلعب، أنا لست هنا لكي ألعب، أنا جئت لأؤكد عودة أمريكا. مش منطق إن في سفير أيا كان لأي بلد مهما صغرت وكبرت في العالم رايح الأمة عشان يلعب، إنما كل السفراء بيروحوا عشان يدعموا مصالح بلادهم. فالجملة طبعا يعني خارج السياق، إن السفير الأمريكية في الأمم المتحدة تقول إنها مش رايحة عشان تلعب، وإن هي رايحة علشان عودة أمريكا. والنقطة قبل الأخيرة بتقول
انه محدش هيجرؤ يهاجم اسرائيل بعد اليوم. فتهديد لكل العرب وكل المسلمين ان محدش يقدر يهاجم اسرائيل كدولة المسلمين او العرب بيهاجموا سياسة او حكومة، مش حتى هجوم على يعني قيم او معتقدات، انما ده صراع سياسي وقانوني، والجانب القانوني فيه مع الدول العربية والإسلامية، إنما بتقول لن يهاجم أحد إسرائيل بعد اليوم. والنقطة الأخيرة بتقول أنا أرتدي حذاء عالي ليس من باب الموضة بل لأضرب به كل من يهاجم إسرائيل. طيب ده أول مرة حد يسمع هذه الألفاظ الأمم المتحدة، إن سفيرة أمريكا مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة في عهد الرئيس ترامب تقول إن هي مش لابسة حذاء عالي علشان دي موضة، إنما عشان تضرب بالحذاء كل من يهاجم إسرائيل. كلام غريب وكلام غير مسبوق وكلام صادم، وبالتالي ده بيخلي العرب والمسلمين في فزع من توجهات أمريكا تجاه القضية الفلسطينية. إنما مع ذلك أنا أتمنى من مندوبي الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة ان هم يقعدوا مع السفيرة الأمريكية، وان هم لازم يشرحوا لها، وان في النهاية إدارة ترامب قاعدة، وفي النهاية هذه السفيرة الرئيس ترامب اللي عينها، وفي النهاية بهذه الأفكار مستمرة، ورغم ان هي من أصل هندي، هي هندية أمريكية، عيلتها كانت في الهند، عيلة هندية، وبعدين راحوا من الهند إلى أمريكا، وده كان أنسب انها تقدر وضع القضية الفلسطينية، إلا أنها لم تقدر هذا الوضع، وشفنا الألفاظ القاسية والعنيفة جدا في مفردات وخطاب السفيرة الأمريكية. من المناسب أن الدبلوماسية العربية والإسلامية تقعد مع السفيرة الأمريكية وتشرح فكريا، أو يدعوها قدام اللوبيهات العربية اللي موجودة أو التجمعات الإسلامية اللي موجودة، لابد تسمع الرأي الآخر، لابد تشرح لها حقيقة الموضوع، لأن هي ما عندهاش خبرة في الشؤون الدولية ومش مطلع على القضية الفلسطينية، واخد الموضوع بطريقة عصبية. فعلى الأقل حد الأدنى في إدارة هذه المعركة إحنا نقعد مع السفيرة ونشرح لها ما الذي جرى وما الذي يجري، ما نتركهاش إن كل معلوماتها وكل ثقافتها وكل معلوماتها من الإباك أو من الجانب الإسرائيلي. اثنين، كيف يربي بيل جيتس أبناءه؟ درس في التربية. بيل جيتس أغنى أغنياء العالم، رقم واحد يرجع اثنين يبقى ثلاثة يرجع واحد تاني، في النهاية بيل جيتس ثروته تقارب 90 مليار دولار، 87 مليار وشوية، فتسعين مليار دولار ثروة بيل جيتس. كمان مش بس صاحب ثروة، إنما هو أيقونة لهذا العصر، هو مؤسس مايكروسوفت، هو يمثل هذا العصر، يمثل هذا التقدم، يمثل التكنولوجيا اللي موجودة في عالم اليوم. يعني بيل جيتس من غير الثروة هو في حد ذاته قيمة كبيرة جدا في تاريخ العالم وتطور هذا العالم. بيل جيتس اللي عنده المكانة الكبيرة ديت واللي عنده 90 مليار دولار، شوف ازاي بيربي ولاده، وشوف تربية البعض في مصر اللي عندهم أموال قليلة جدا لا تقارن بأموال بيل جيتس، شوف هنا التربية ازاي وشوف هناك التربية ازاي. بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، صاحب 90 مليار دولار، رمز التكنولوجيا والتقدم، ديلي ميل وديلي ميرور بيقولوا ما يلي. نمرة واحد، انه ممنوع على الأبناء امتلاك اي موبايل قبل سن 14 سنة. يبقى تخيل بنت بيل جيتس او ابن بيل جيتس ممنوع يكون معاه موبايل ولا نوكيا ب2 جنيه، ممنوع لغايه سن 14 يروح المدرسه ويروح النادي ويخرج ويجي، ما فيش حاجه اسمها معاه موبايل. فممنوع ان الابناء يمتلكوا موبايل لغايه سن 14. نمره 2، وهم قاعدين ياكلوا ممنوع حد يمسك الموبايل، ده بقى اللي عدى 14،
من ابناء بيل جيتس ممنوع لا يمسك موبايل عشان يرد، ولا يبعت مسج، ولا يشوف الفيسبوك، ولا يبعت كلمه على تويتر او الواتساب. مفيش، ممنوع نهائيا. قعدت علشان تتغدى او تتعشى، ترمي الموبايل جانبا وتقعد تتكلم مع الوالد، مع بيل جيتس، تتكلم مع الاسره ومع الاخوات، وممنوع نهائيا يظهر موبايل في ايدك اثناء الطعام. قبل النوم ممنوع نهائيا استخدام الموبايل، لان وقت الطعام لازم تركز ان ده اكل وده كمان تواجد اسري. وقبل النوم لابد تنام وذهنك رايق، فما تقعدش تكلم العالم كله وتشوف اخبار الكوكب كله وتنام. مش لازم تشوف الكوكب كله. ده مين؟ ده ابناء بيل جيتس اللي هو من اهم الشخصيات في الكوكب، اللي هو يهمهم يعرفوا اخبار الكوكب. ومع ذلك ممنوع ان قبل النوم علشان يناموا كويس ممنوع يستخدم الموبايل نهائيا. شوف التقاليد الاساسيه في التربيه. نشوف بقى التربيه هنا للطبقه الغنيه ماشيه ازاي. ده مش غني، ده من اغنى اغنياء العالم، او هو اغنى اغنياء العالم. كلمة 90 مليار دولار، وعلى مثقف ثقافه واسعه ورمز هذا العصر. فشوف بقى ان ممنوع موبايل يمتلك لغايه سن 14. واخلاقيات الطعام واحترام العائله وما قبل النوم، ان في مسؤوليه تربيه كلاسيكيه، مش التربيه اللي متوقعينها لبيل جيتس اللي اسس مايكروسوفت. هو بقى شخصيا، ما ممكن الولاد يقولوا له وحضرتك عمال تضيقها علينا وانت عندك كل هذه الثروه ومبهدلنا معاك، انما انت عايش حياتك. لا، بيل جيتس اللي عنده الثروه الاسطوريه ديت مش عايش حياته بالطريقه اللي بيها الاغنياء عندنا. لان بيل جيتس بيلبس ساعه كاسيو ب 10 دولار طبقا لديلي ميل البريطانيه. ساعه كاسيو ب 10 دولار، دي الساعه بتاعت بيل جيتس. ما هي الساعه ب 10,000 دولار و 20,000 دولار والارقام اللي احنا بنشوفها. بيل جيتس الساعه بتاعته ب 10 دولار نوع كاسيو. بياكل من مطاعم شعبيه ومطاعم عاديه. مفيش اي تكلف ولا اي استعراض. بيلبس، تحس ان هو بيلبس من اي محل قدامه، ولا ماركات ولا براندات ولا كل هذا الكلام. هو طالع ان بيل جيتس لا يحتاج، هو مش محتاج يقول انا لبست البراند ده او المستوى ده، ده متجاوز. بس بيدي درس، انت قيمتك مش بالساعه اللي انت لابسها، ولا قيمتك باللبس اللي انت لابسه او مستواه، او تقول الساعه دي ب 1000 دولار او ب 2000 دولار او البدله دي بالشيء الفلاني او انا لابس من مكان الفلاني. لا، انت قيمتك في نفسك، في ذاتك، في دورك اللي بتعمله. انما كل الكلام الفارغ ده الناس اللي ما عندهاش نضج ولا عندها مكانه ولا عندها ثقه اللي تفكر فيه. بيل جيتس ما بيفكرش فيه. ساعه ب 10 دولار، تيشرتات، قمصان، بدل كلها عاديه جدا، مطاعم شعبية عادية جدا. فبيل جيتس بيدي نموذج أخلاقي مهم في العالم. تبقى نقطة، طيب ثروة بيل جيتس بقى دي كلها لما هو ما بيصرفش ده ولا ده ولا ده، ومربي عياله ممنوع ممنوع ممنوع، هل هو شخص بخيل؟ ما ممكن يكون بخيل مستخسر في نفسه وفي ولاده هذه الثروة، فعمال بيخزنها للمستقبل، والمستقبل يجوا بقى يبدأوا الأحفاد هم اللي استمتعوا بهذه الثروة. لا، بيل جيتس مش إنسان بخيل، ده مش بس كريم، ده هو نموذج للكرم في العالم. لما نقول في الثقافة العربية حاتم الطائي، حاتم الطائي المعاصر، حاتم الطائي هذا الكوكب الآن، هو بيل جيتس اللي تبرع بكل ثروته للأعمال الخيرية، مليارات للأعمال الخيرية. فده واحد مش بيوفر بياكل في ماكدونالدز ولا في كنتاكي، او لابس ساعه ب 10 دولار، او لابس تيشيرت ب 20 30 دولار علشان يوفر ويكبر الثروه. ده الثروه العملاقه دي كلها بيتبرع بيها، ومليارات الدولارات بيل جيتس بيتبرع بيها في افريقيا، تبرع بيها في اماكن كتيره حول العالم. شوف بقى درس في التربيه. ادي بيل جيتس اللي من الثقافه الامريكيه، اللي أسس مايكروسوفت، هو إزاي نمط حياته وإزاي تربيته لولاده وإزاي رؤيته للثروة إنها ما تكونش حكر عليه ولا على أبنائه،
إنما يكون للعالم والإنسانية فيها نصيب. بيل جيتس درس في التربية كيف يربي بيل جيتس أبناءه. ثلاثة، سوء الحظ النووي، الأمم المتحدة تحذر من الخطأ والخطر. السلاح النووي في العالم حضراتكم خطورته حاجتين: الخطر نفسه بمعنى ان يحصل حرب نووية لا قدر الله، والخطأ. والخطأ غير الخطر، الخطأ اللي هو مش مقصود. الأمم المتحدة فيها معهد نزع السلاح، معهد نزع الأسلحة في الأمم المتحدة يتكلم عن انه الناس بتقول مش ممكن تحصل حرب نووية لان من وقت هيروشيما ما حصلتش حرب نووية. فكل ما حد يقول يا جماعة انتبهوا ممكن تحصل حرب نووية يقول لك كلام ياما قالوا الكلام ده وما حصلش. فالأمم المتحدة بتقول مش عشان ما حصلش إلقاء قنبلة نووية منذ هيروشيما إن ده مش هيحصل، لا ده ممكن يحصل. أيضا الأمم المتحدة بتقول إنه دلوقتي القوى العظمى بتطور أسلحة نووية مفزعة، بدل ما تلغي اللي عندها وتخفض اللي عندها بتطور أسلحة نووية تطوير مذهل. إنما أخطر نقطة في تقرير معهد نزع الأسلحة التابع للأمم المتحدة، أخطر نقطة إنه دلوقتي المفاعلات النووية والسلاح النووي بيعتمد آليا مش على الإنسان إنما أوتوماتيك على الكمبيوترات. فالإدارة الآلية لهذه الأجهزة سهل قوي حد يدخل بفيروس ببرنامج وتنطلق أسلحة نووية بدون ما يكون أنت قصدك تطلق أسلحة نووية، أو المهندسين أو الفنيين أخطأوا وهم على اللابتوب أو أخطأوا وهم على الكمبيوتر فيؤدي إلى إطلاق أسلحة نووية. يعني ممكن سلاح نووي يطلع بطريق الخطر، يعني بمعنى في إرادة، أمريكا تضرب كوريا، كوريا تضرب بلد تانية، روسيا تضرب بلد تالتة، يعني ده وارد، ده يبقى قرار سياسي ومقصود. إنما الخطأ لا، هو مش قرار سياسي، هو نتيجة خطأ في الموضوع نبص نلاقي إن في سلاح نووي طلع نتيجة إن بقت كل المفاعلات النووية آلية وكلها على الكمبيوتر وكلها ممكن غلطة واحدة من المهندس اللي موجود أو الضابط اللي موجود نلاقي سلاح نووي انطلق في العالم. ده خوف كل الناس بما فيه النخبة العالمية. وادي السيليكون هو المكان اللي فيه النخبة العالمية في أمريكا اللي فيه كل شركات العالم الكبرى. في وادي السيليكون تقرير نشر مؤخرا مهم جدا، فيه اللي هم أصحاب الشركات المليارديرات الكبار دول بدأوا يبنوا ملاجئ نووية تحت بيوتهم أو في أماكن تانية. ده مين؟ ده أصحاب الشركات اللي في وادي السيليكون في كاليفورنيا في أمريكا. ده معناه إن العلماء ورجال الأعمال والسياسيين الكبار بدأوا يدركوا زي بتقول الأمم المتحدة إن ممكن طريق الخطر أو طريق الخطأ تندلع حرب نووية لا قدر الله. أربعة، كيف يصعد الصاروخ إلى أعلى وهو ثقيل للغاية. فيزياء الصواريخ بسيطة ومعقدة. هي بسيطة بمعنى إن في وقود الصواريخ، وقود الصواريخ. الوقود ده عبارة عن وقود صلب أو سائل. يبقى إذن أول حاجة مهمة نعرفها في فيزياء الصواريخ أو في تركيبة أو تصنيع الصاروخ الوقود، والوقود إما صلب وإما سائل. الوقود الصلب أو السائل بيمر بمراحل، هي مرحلة الحرق. فالوقود موجود، بتحرق الوقود يتحول إلى غاز، الغاز يدفع المحرك، المحرك يدفع الصاروخ. يبقى هو وقود نمرة واحد، بعد الوقود على طول يبدأ عملية حرق الوقود، لما تحرق الوقود يتحول إلى غاز، تحول إلى غاز يدفع المحرك، المحرك يدفع الصاروخ. يبقى هي دورة الوقود. يبقى الوقود إما صلب أو سائل، وبعدين نحرق الوقود يطلع غاز، الغاز يشغل المحرك، المحرك يدفع الصاروخ إلى أعلى. دي النظرية البسيطة جدا، لأن الصاروخ التقيل جدا ده اللي وزنه أطنان بيقدر يطلع بهذه الطريقة العمودية أو الطريقة المائلة وينطلق إلى آلاف الأميال.
فاذا الفكره كلها قايمه على ان الوقود يتم حرقه ينتج غاز يحرك المحرك، المحرك يدفع الصاروخ الى اعلى. في مصور عبقري لاول مره قدر يصور العمليه ديت، احتراق الوقود داخل الصاروخ وانفجار صاروخ، وعمل بطريقه او انفجار المحرك بطريقه قويه جدا، فقدر في ثانيه واحده يعمل 4000 صوره في الثانيه بكاميرا سريعه جدا جدا جدا. قدر ان يصور بشكل حقيقي هذه الدوره للوقود وحرق الوقود بطريقه مذهله ومثيره للغايه. هي اول مشاهد بهذا الوضوح لتركيبه الصاروخ او انفجار صاروخ في حال احتراق المحرك. لما بث هذا الفيديو لقى اهتمام كبير جدا، لانه اظهر لنا ببساطه وببراعه هذا المصور كيف يحترق الصاروخ. لماذا لا يبتسم الروس؟ الروس شعب جاد، صعب تلاقيهم بيضحكوا كتير او يبتسموا كتير. لو انت ابتسمت في وجه الروسي مش معناها يبتسم لك على طول، لان الابتسامه ليها معنى. مفيش ابتسامه من غير معنى. هو يعرفك هيبتسم، ما يعرفكش مش هيبتسم. تروح محل البائعه تعرفك انك زبون بتيجي كتير هتبتسم، انما ما تعرفكش مش هتبتسم. الابتسامه ليها معنى، مش زي الغرب الابتسامه لكل الناس، انك بتسلم على الناس صباح الخير او مساء الخير او حد يجي بتبتسم بشكل عام. انما الروس لا يبتسمون بشكل عام ولا يستقبلون احدا بابتسامه الا اذا كانوا عارفينه. وفي الثقافه الروسيه بيربوا الولاد ان محدش فيهم يضحك ولا يبتسم بدون سبب. عالم لسانيات في روسيا اجاب على السؤال ده طبقا لموقع سبوتنيك. العالم بيقول انه الابتسامه عند الروس لابد ان يكون لها مبرر، علشان كده هم مش بيبتسموا، لابد يكون لها مبرر، وان هي مش رمز للمجامله. يعني في الغرب حد يجاملك فيبتسم، لا، الروس ما يجاملكش الابتسامه. الابتسامه ليها معنى وكانها تغني عن كلام وتعبر عن كلام. اذا مجمل اللي قاله عالم اللسانيات ان الروس فعلا لا يبتسمون، ده لسبب جوهري ان الابتسامه مش مجامله. الابتسامه لابد يكون ليها سبب وليها موقف، والناس مش ماشيه توزع الابتسامات في الشوارع او المحلات او الاماكن العامه. انما اذا ابتسم الروسي ده معناه انه فعلا بيبتسم لانه يعرفك او عايز يوصل رساله ايجابيه، انما مش مجامله بلا معنى زي ما هي موجوده في الغرب طبقا لعالم اللسانيات. في مقطع ساحر الحقيقه لطفلة صغيرة، فيلم قصير روسي، طفلة صغيرة بعدين والدتها اتوفت، اختها الكبيرة مهتمة بيها جدا وتربيتها، انما اختها دي حزينة جدا على والدتها فمش عارفة تخرج من هذه الكآبة. فالطفلة الصغيرة جدا بتروح تجيب هدية ليها، هي اصلا معهاش فلوس، شوية فكة اي كلام، راحت بيهم. البائع اللي في المحل بصلها ازاي عايزه تاخدي القلاده ديت اللي هي بالشيء الفلاني بالملاليم ديت، فقالت له ان اختها مكتئبه من وقت مامتها ما توفت، وان اختها هي اللي بتصرف عليها وبتراعيها، فهي عايزه تخرجها من اكتئابها وتخليها تبتسم للحياه. هو فيلم رائع جدا جدا في التربيه ايضا، ان ازاي ممكن طفله تشعر هذا الشعور وتبذل هذا الجهد، وان البائع يتجاوب هذا التجاوب من أجل أن يخرج إنسانة من محنة أو حزن لتنطلق إلى عالم الابتسامة التي لها معنى. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.